بشكل عمه مفيد. السؤال: ما أنواع السياحة؟ إيه هي أنواع السياحة؟ أنا عندي سياحة ثقافية. يعني إيه سياحة ثقافية؟ سياحة ثقافية يعني جمع معلومات، زيارة آثار، التقاط صور. عندي سياحة ترفيهية وهي للنزهة والاستمتاع. عندي سياحة دينية وهي لزيارة الآثار والمساجد والكنائس الأثرية. عندي سياحة علاجية وهي يأتي السائح للعلاج داخل المسجد. ماذا تستفيد بلادنا من السياحة؟ وما واجبنا نحو السياح؟ تستفيد بلادنا من السياحة إيه؟ تزيد الدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب. واجبنا نحو السياح أن نعاملهم معاملة حسنة وأن نرحب بهم. أكمل شبكة المفردات الآتية: كلمة الآثار هو كل ما يتعلق بالآثار. الآثار ممكن تتفرج عليها السياح، فيها آثار زي الأهرامات، أبو الهول، عندك كمان في مرشد سياحي. كل ما يتعلق بكلمة الآثار تحطه إن شاء الله صح. تعالى نشوف سؤال. النصوص من نص إسلامي يا مصر. قال الشاعر: إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. ألف: هات معنى الفدا. الفدا يعني التضحية بالنفس. مضاد غدا اليوم أو أمس. جمع اليوم الأيام. بما دعا الشاعر لمصر؟ دعا الشاعر لمصر للسلامة من الأعداء. ماذا تمنى الشاعر لمصر كما تفهم من البيت الثاني؟ تمنى لها حاضرا طيبا ومستقبلا مشرقا. ما الجمال في قول الشاعر زي يدي؟ زي يدي ده تعبير جميل بيدل على استعداد الشاعر للتضحية بنفسه من أجل مصر. اليوم وغدا بينهما تضاد يوضح المعنى ويخوفه. من قائل النص هو مصطفى صادق الرافعي. تعال لسؤال النحو. اقرأ ثم اجب. النيل شريان الحياة في مصر، تعيش عليه الكائنات الحية، وتسير فوق مياهه السفن. أو الحاجة بتجيلي الإعراب، أعرف ما تحت الخط. وهنا بيبقى حاطط لك على بعض الكلمات خط وبطلب منك إعرابها. علشان يحصل إعرابها بقسم القطعة اللي جايالي لجمل. ليه أنا عملت كده؟ علشان أنا واخدة نوعين اتنين في الجملة، في اللغة العربية نوعين اتنين من الجمل، جملة اسمية وأرقامها المتبأ والخبر، والجملة الفعلية أرقامها فعل وفاعل وأحيانا مفعول به. مع كل فصلة بداية جملة ونهاية جملة أخرى. معانا؟ النيل شريان الحياة في مصر، دي جملة. تعيش عليه الكائنات الحية، دي جملة. وتسير فوق مياهه السفن، كده جملة. تعال نشوف الكلمة اللي محطوط عليها خط، أعرفها إزاي؟ هسألها: أنت اسم ولا فعل؟ الاسم ده وقع في جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ كلمة شريان وقع في جملة اسمية لأن بدايتها اسم، يبقى إعرابها إيه؟ تعال نشوف. النيل ماله؟ النيل شريان. يبقى كلمة شريان دي إيه؟ فهمت معنى الجملة، فهمت معنى المبتدأ، يبقى عليها إيه؟ خبر، خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. تعال نشوف الكلمة اللي بعدها. مصر جنبها ايه؟ حرف جر. واللي بيجي ورا حرف الجر بيعرب ايه؟ اسم مجرور وعلامة جر الكسرة إذا كان مفرد. تعالى كلمة الكائنات. الكائنات دي اسم ولا فعل؟ ده اسم. وقع في جملة ايه؟ أولها فعل، يبقى جملة فعلية. يلا بسرعة بسرعة. نسأل الفعل مين اللي بتعيش؟ هيقول لك الكائنات. يبقى مين اللي عمل الفعل؟ الفاعل. يبقى عليها ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. كلمة بعدها تسير. اسألها انت اسم ولا فعل؟ يقول لك انا فعل. الفعل طب ده فعل ايه؟ فعل مضارع. اعرفه ازاي؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. وكلمة
الف واللام، وهتلاقي منها كتير اهي. النيل، الكائنات، الحياه، السفن، الحيه، تمام. كل دي اسماء. تعالى عايز فعل اهي، كلمه تعيش عرفتها ازاي؟ ضرب عليها الالف واللام. التعيش، في حاجه اسمها التعيش؟ ما تنفعش تبقى فعل. عايز حرف، حروف الجر كتير اهي، عندك حرف الجر فيه. عايز ظرف، وانا خدت نوعين اتنين من الظرف، ظرف المكان وظرف الزمان. ظرف المكان هو اسم بيدل على مكان حدوث الفعل، وظرف الزمان هو اسم بيدل على زمن حدوث الفعل. تعالى دور معايا كده اهي، كلمة فوق ده بيدل على مكان، يبقى نوعه ايه؟ ظرف مكان. طب ازاي اعرفه يا ميس؟ هقول ايه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة. سؤال أخير، أكمل الجمل الآتية بما هو مطلوب بين القوسين. نقط وتكون مفيدة. عايز أحط على النقط اسم إشارة. إيه هي أسماء الإشارة؟ هذا، هذه، هذا، هاتان، هؤلاء، للجمع. الجمع العاقل. طب لو غير عاقل هقول هذه. كلمة كتب دي جمع، جمع غير عاقل، يبقى أحط إيه؟ هذه. اللي بعده، معلمات محترمات. عايز احط على النقط ضمير مخاطب. ايه هي ضمائر المخاطب؟ انت، انت، انتما، انتم، انتن. كلمه معلمات دي جمع، جمع مؤنث، يبقى اخد ايه؟ انتن. يبقى انتن معلمات محترمات. نقط، عاملات متفوقات. عايز احط على النقط ضمير متكلم. ايه هي ضمائر المتكلم؟ انا ونحن. عاملات ده مثنى، والمثنى اخد نحن، تبقى نحن عاملات متفوقات. نقط، معلمون مخلصون. عايز ضمير غائب. ايه هي ضمائر الغائب؟ هو، هي، هما، هم، هن. معلمون دي كلمة جمع، جمع نوعه ايه؟ جمع مذكر، يبقى اقول ايه؟ هم معلمون مخلصون. وكده تبقى انتهت مراجعتي النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.